بأننا رفعنا رأسنا أخيرا في مواجهة حكم ضال مجرم كبس على أنفاس هذا الشعب لأكثر أو لما يقرب من 60 عاما. وقد آن الأوان إن شاء الله لنحتفل قريبا بحكم شرعي لهذه البلاد بعد طول استبداد إن شاء الله إلى زوال قريب بأمر الله. فأوعى حد يبقى زعلان، خلينا نعاني زي ما نعاني، إنما ما ننساش إن إحنا مقبلين على أن نكون أول من يشهد على أرض مصر من الأحياء حياة كريمة أساسها الحرية وأساسها اختيار الشعب وأساسها إرادة حرة لمواطنين يحددون بأنفسهم من يمثلهم في البرلمان ومن يتولى مسؤولية رئاسة الجمهورية بعد أن كانت هذه المسؤولية يتولاها صاحب البندقية، صاحب القوة الفعلية، القوة البدنية، القوة العضلية، قوة القهر وقوة الاستبداد، وليس صاحب اختيار الشعب. فأنا برجوكم ما حدش يزعل أبدا، أنا بس افتكرته تاني وأنا عملت المقدمة الطويلة دي وأردت فيها، إنما كنت عايز أقول إن هو كان كثيرا ما يقول الإنسان المصري يعيش في حالة دفاع عن النفس أكثر مما يعيش في حالة إنتاج. فإحنا نفسنا نتحول والكتب بتاعته موجودة، وأنا أدعو الجميع اللي يقدر يغتني المجموعة بتاعة الأستاذ عبد المنعم الصاوي هيبقى حصل على شيء من الأدب والمعرفة يحتاجه الإنسان في حياته. بالنسبة للأستاذ عبد المنعم الصاوي كصحفي، أما جه الأستاذ عبد المنعم الصاوي يعمل في الصحافة وتولى رئاسة مجلس إدارة دار التحرير، كان بيكتب يوميا مما رفع قيمة الجريدة ورفع توزيعها وخلها تصل إلى عديد من القراء. نمرة 2 إن هو عمل كادر للصحفيين، كان الصحفيين تتفاوت أجورهم اللي كانت متدنية جدا ما بين واحد والتاني، واحد بياخد 100 جنيه والتاني بياخد 1000. فأصبح الصحفي يلتحق بالصحافة فيتناول مرتب زي زميله مهما كان، مفيش فوارق بين الاثنين، وفي لائحة وفي علاوات محددة. ده كان بعكس الأول خالص، غير ان هو كان يقدر عنده الموهبة بانتقاء الصحفيين الجيدين اللي يدركوا مهمتهم. كان دايما يقول